بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتكم، قناة أشرف القاضي. النهاردة هتكلم يا جماعة عن الشاشات. كتير من الناس بتتكسر عندهم الشاشات، وللأسف بكسر الشاشة دوت بيكون مزعج جدا لأي أسرة، لأن الشاشات غالية، وللأسف كسر الشاشة يعتبر بتمن شاشة جديدة حاليا. إصلاح الشاشة المكسورة يعتبر بسعر شاشة جديدة. وكتير من الناس قالوا لي الشاشة عندنا اتكسرت، نصلحها ولا لا؟ لو الشاشة كانت براند والتركيب الشاشة الجديدة أو تغيير البانل اللي اتكسر دوت هيكون محتاج يعني مصاريف بسيطة أو نص تمن الشاشة، بقول صلح الشاشة. اكتر من نص تمن الشاشة، يعني 80% 90% من تمن الشاشة، اقول لا اشتري شاشة جديدة طبعا افضل. الكلام دوت في المقدمة بقوله ليه؟ لان انا نفسي اتكسر عندي شاشة، انا نفسي اتكسر عندي شاشة. بس ايه سبب كسر الشاشة؟ يعني ايه سبب ان الشاشة اتكسرت، وايه السبب ان احنا بنخلي الشاشة عرضة للكسر طول الوقت؟ هنتكلم النهاردة ان شاء الله ازاي نحمي الشاشة من الكسر. مش هتكلم عن سكرينة الحماية اللي انا اتكلمت عنها قبل كده واللي عرضتها قبل كده على لا مش هتكلم عنها. انا هتكلم ازاي احمي الشاشة اللي موجودة عندي في البيت ان انا من الكسر. اولا يا جماعة، اللي عنده اطفال، ربنا يبارك في اطفالنا واولادنا جميعا، بتكون شاشته اكتر عرضة للكسر. ده شيء طبيعي، لان الاطفال مش مدركين لو خبطوا حاجة، لو جرحوا حاجة، لو حد من الاطفال حدف حاجة. بس انا برضو بقول مش الاطفال بس اللي بيكسروا شاشات، كبار كمان وناس كبار في السن وناس بالغين وللاسف بيكسروا الشاشات. الشاشه اللي اتكسرت عندي في بيتي اتكسرت مني مش من الاطفال، لا مني انا بدون قصد، واتكسرت مني انا، بعترف بكده ولازم اعترف بكده طبعا. والحمد لله رب العالمين انها بتيجي في الشاشه، والحمد لله رب العالمين ان ربنا بيسترها في حاجات كتير قوي. فمش معنى ان الشاشه عندك اتكسرت انك تنكد على الناس في البيت، انك تمسك اللي كسر الشاشه تكسر دماغه، ما ينفعش الكلام ده خالص. قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. الكلام ده بنقوله ليه؟ اولا الشاشه لما بتتكسر يعني بيبقى حمل زائد على صاحب البيت، وفي نفس الوقت مشاكل. لسه هنشيل الشاشة، هنكلم الدعم الفني، هنكلم الصيانة، الضمان، لا هاخدها وديها مركز صيانة يعملها، واقعد اسأل بكام ومش بكام، وشغلانة كبيرة قوي. طيب اسباب كسر الشاشة ايه؟ او الاحتراس، يعني احنا بنحاذر من ايه علشان ما نكسرش الشاشة. اولا يا جماعة، دايما الشاشة اللي متركبة وقريبة من الارض اعرف انها عرضة اكتر للكسر. اي شاشة بتركبها او بتحطها على ترابيزه منضده، تحطها على ترابيزه او منضده وبتكون قريبه من الارض، كل ما تقرب الشاشه من الارض وانت حاططها كل ما نسبه الكسر بتكون اكبر، وكل ما بترفعها على سطح الارض وممكن تركبها على الحائط كل ما بتعليها كل ما نسبه الكسر بتقل. الكلام ده حقيقي. كتير من الناس، وناس كتير شايفين الفيديو دلوقتي وبدأوا يجيبوا المتر وبدأ يشوف هو انا حاطط الشاشة على بعد سطح الارض كام سنتي، كام متر. كتير من الناس بلاقيهم حاطين الشاشة على ترابيزة. الترابيزة ديت بيبقى ارتفاعها حوالي 70 سنتي، 70 سنتي، 80 سنتي، مش بتزيد عن كده الترابيزة. طيب انت حطيتها على الترابيزة، وفي نفس الوقت الترابيزة ديت محطوطة جنب مدخل لغرفة تانية، او محطوطه في ممر بتمر منه لبلكونه، بتمر منه لغرفه تانية، بتمر منه لباب الشقه. فبالتالي انت دلوقتي حاطط الشاشه في مكان ممر، اللي بيعدي ممكن يخبط فيها من غير ما يقصد، خبطه في خبطه هتلاقي البانل حصل فيه مشكله. طيب عندنا اطفال، عندنا احفادنا ربنا يبارك، كل دولت اي حد بيجري ماسك عصايه، ماسك عصاية مقشة، ماسك مكنسة، عصاية مكنسة، ماسك أي حاجة في إيده ممكن يخبط الشاشة بدون ما يقصد. ده كمان بالعكس، ده في كمان مشكلة أكبر. حد من الأصدقاء حبايبي قال لي الولد عندي وأنا في الشغل جاب مسمار وعمل كده 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 على الشاشة، فطبعا علم على سطح الشاشة والبانل وخرب الدنيا في الصورة، فطبعا اضطر إنه يغير البانل بالكامل
كأنها أصبحت الشاشة خلاص مش نافعة، يعني بمسمار وبسن المسمار عمل كده كده، اداها 111 زي ما بيقولوا بقى، يعني ضربها بمطوة. فبالتالي الولد أو الطفل غير مدرك طبعا، يعني طفل. طب ده في حاجة تانية، وحاجة يعني في الأجازة بتكون كتيرة قوي في كل بيت، شايف دي؟ دي بلية. البلية دي من أسباب كسر الشاشة بنسبة 70% في البيوت المصرية، خصوصا في الصيف، لأن في الصيف الأولاد بيشتروا بلي زي ده، بيجيبوا مسدسات الخرز، عارف مسدس الخرز؟ المسدس اللي هو بيبقى في العيد وبيبقى اتحط فيه خرز بلاستيك وبيضرب، بيضرب في أخوه، بيضرب في صاحبه، بيضرب في قريبه، وفجأة بتروح جاية في الشاشة، بتيجي في البانل بتاع الشاشة، بتعلم، تروح عاملة لك الثقب الصغير، بيزيد مع الوقت، خربت الشاشة، انكسرت. فبالتالي حاجات بسيطة وتافهة جدا، لكن ولد بيحذف البلية دي كده راحت جاية في الشاشة. طبعا بيحذفها بقى في بيتهم عند جده، عند بيعمل قلق من لا شيء. فبالتالي دايما بنقول حضرتك عايز تحافظ على شاشتك، ارفعها عن سطح الأرض بقدر المستطاع. طب هو المقاس المناسب لتركيب الشاشة على الحيطة كم متر يا أستاذ أشرف؟ هقول لك المقاس المناسب بيكون بيبدأ من متر ونص، متر ونص، متر ونص، متر وتلاتين، متر وعشرين، مش مشكلة، المهم إنها مرفوعة على الحائط، وفي نفس الوقت مش محطوطة قريبة من سطح الأرض، في نفس الوقت مش محطوطة في مكان ممكن وأنا رايح وأنا جاي أخبط فيها بدون قصد. حد من حبايبنا برضو، يعني في حاجة تانية برضو ممكن تسبب كسر الشاشة غير إنها قريبة من سطح الأرض والألعاب بتاعة الأطفال، حد تاني جه عايز ينظف الشاشة فراح جايب جلانس، جلانس، جلانس دوت سائل بيترش على الإزاز عشان يمسحه. للأسف راح جاب الجلانس ده ورشه على الشاشة وجاب مناديل ورق وعايز يمسح أو حتة قماش، فطبعا الجلانس دوت تفاعل مع سطح الشاشة اللي هو مكون من البلاستيك، والبلاستيك بيتفاعل كيميائيا، هو بلاستيك من نوع معين أو نوع خاص. اتفاعل كيميائيا مع الجلانس فطبعا ضببت خالص، بقت شاشه ضبابيه وراحت الشاشه. طبعا دي حاجه غلط. حد تاني برضو وللاسف الاولاد معاهم مسدس ميه جايين من مصيف من البحر ومش عارف ايه، فبيعبوا المسدسات ميه فرحانين كانهم لسه في المصيف في البيت، وفجاه راح ضارب الميه في سطح الشاشه، والكلام ده حصل مع ناس كتير، والكلام ده بقوله عن تجارب لناس يعني حكولي يعني مشاكل كسر وتلف شاشات بسبب الامور دي. المايه طبعا جت على الشاشه، المايه نزلت في الحرف السفلي، دخلت على الفلاتر من تحت، بوظت الدنيا لغايه ما الشاشه ادتنا ضبابيه وادتنا الوان عشوائيه وباظت الشاشه. فطبعا دي كلها امور ممكن تسبب تلف الشاشه. حد تاني يا جماعة جه جاب شاشة 50 بوصة أو 55 بوصة، ودي حصلت بجد، حب يركب الشاشة، جاب الستاند حطه، ركب الستاند في الحيطة أو ركب حامل الشاشة في الحيطة وثبته، والراجل الصنايعي مية مية قال لك أنا ليه أجيب فني يركبها، ما أنا بنفسي أركبها، أنا باشا، أنت باشا وسيد الباشوات. فطبعا ركب الشاشة، ركب الأول الحامل بتاع الشاشة في الحيطة والدنيا تمام، شال الشاشة وبيحطها. طبعا الباشا هو بيشيل الشاشة بيحطها ماسكها، مش جايب حد يمسكها معاه، وفي نفس الوقت ماسكها وبيضغط على الحروف، مش واخد باله ان هو بيضغط على الحروف علشان يقدر ان هو يثبت الشاشة، الظهر بتاع الشاشة على الحامل. طبعا هو مش شايف، وفي نفس الوقت هو شايل لوحده او معاه ابنه بيقول له شمال يمين لغاية ما يعلقها. طبعا ربنا وفقه وعلقها، بس وهو ضاغط على الحروف بتاعة الشاشة، هو ماسكها من الحروف، فطبعا هو ماسكها، والشاشه كمان كانت فريمليس بدون فريم لغايه ما حطها. والشاشه 50 بوصه مش قليله، تقيله وفي نفس الوقت كبيره، فلازم هتعمل حاجه زي كده يكون معاك حد شايل من الناحيه التانيه، انت تشيل من الطرف وهو يشيل من الطرف التاني، ده المفروض. الكلام ده كلام عام لاي حد عنده شاشه، والله حتى لو شاشه 32 بوصه برضه مش هشيلها بايدي لوحدي، لا، حد يشيل من ناحيه وانا من ناحيه عشان نعرف نظبط ونركبها في الحامل بتاعها بسهوله. طبعا بعد ما ركب الشاشه وظبط بيوصل الكهرباء، لا الشاشه جايبه خطين اسود من الجناب، مكان ماسك معلمه، وبعت لي صورها. فبالتالي طبعا دي كمان يعني دي مشكله من المشاكل صعبه جدا. حاجه تاني بالنسبه بتسبب كسر الشاشه، انا بقول الكلام ده عشان نحترس من الامور دي، مجرد توعيه والله. حد اشترى شاشه
وجايبها ما شاء الله 65 بوصة، وهو جاي حطها في توك توك، حط الشاشة في توك توك وحطها يعني حطها كده، وقفها على التوك توك وركب. فطبعا هو حطها في التوك توك، والتوك توك طول ما هو ماشي عمال مطبات طالعة نازلة طالعة نازلة. فطبعا عبال ما روح البيت فتح لقاها عبارة عن بيت عنكبوت، والبانل مدشدش مكسر مكسر بجد، مشرخ البانل بتاعها من المطبات. فطبعا كانت صدمة بالنسبة له. انت لو هتشيل الشاشة فيها توك توك امسكها على ايدك حطها على رجلك، لكن ما ينفعش ان انت تحطها في ارضية العربية، ما ينفعش تحطها في عربية نص نقل. عربية نص نقل بشوف ناس كتير للأسف، وعرايس يعني بينقلوا العفش بتاع العروسة، وحطينا ما شاء الله الشاشة 65 بوصة وحطيتها حاطينها في ظهر العربية، والعروسة بتنقل الشاشة مع العزال. فطبعا حاطينها في ظهر السواق مثلا في العربية في نفس في الصندوق، وطبعا حاطين جنبها ما شاء الله المراتب والألموتال المطبخ وما شاء الله اوضه النوم، وكل ده لازق في الشاشه الغلبانه اللي في العلبه اللي فاكرين عشان هي في العلبه محفوظه. فطبعا عبال ما خلصوا ونزلوا عفش العروسه ربنا يبارك طبعا والف مليون مبروك، جم بيركبوا الشاشه بعدها باسبوع ولا حاجه، بيبصوا لقى الشاشه من جوه عباره عن ازاز مكسر او مشرخه او مش نافعه. فطبعا اتصدموا، ايه اللي حصل؟ دي عين واحنا خدناها. اولا العين يعني حق، وكل شيء كل انسان معرض للحسد، ده شيء طبيعي، وربنا يعافينا جميعا ويحفظنا يا رب. بس ده اهمال قبل ما يكون عين، ده اسمه اهمال. اهمال ان انا اجيب الشاشه في العلبه بتاعتها واحطها في العربيه واحط عليها حاجات واحط جنبها حاجات، وعربيه طالعه نازله واتفرج بينا على العفش بتاع العروسه والدنيا زي الفل والدي جي شغال وخربوا الدنيا في الشاشه. فطبعا كانت صدمة برضو بالنسبة لكسر الشاشة. الكلام ده بقوله عن تجارب، والكلام ده سمعته كتير من ناس. دي كلها أمور بتسبب كسر الشاشة عن طريق الإهمال. أنا ما بسمعش غير كده، إهمال. أنا أهملت إن أنا مركبة قريبة من سطح الأرض، حطيتها على ترابيزة في مكان ممر رايح جاي، اللي رايح واللي جاي ممكن يخبط فيها، سايبها قريبة من سطح الأرض وقريبة للأطفال، ممكن الأطفال يعملوا فيها أي حاجة. انا في حد كان مكلمني عايز سكرين شاشه 65 بوصه. الصوره اللي انا هبعتها لكم ديت هوريكم هو عامل ايه فيها لغايه ما السكرينه وصلت له. الصوره هتظهر دلوقتي. حاطط الشاشه ومعلقها على الحيطه، وحاطط عليها حته قماشه مش عايز يشغلها غير لما يستلم السكرينه بتاعه الحمايه ويركبها، لانه يعني اتصدم قبل كده في الشاشه عنده الاولاد كسروها، لدرجه انه قال لي الاولاد عندي ممكن يمسكوا اي حاجه، قلم جاف، مسطره، اي حاجه، وتلاقيهم بيحدفوا فيها. طب هو اولادك يا ما فيش عقل؟ قال لي والله شقاوه الدنيا ومش بقدر، يعني حتى لو جم هم واولاد اخواتي او مش بتبقى الدنيا عندي عباره عن مستشفى مجانين، عنبر العقلاء، فبالتالي مش ببقى قادر ان انا اسيطر. فطبعا لقيته حاطط الشاشه ومغطيها بقماشه او حاجه زي بطانيه كده لغايه ما يستلم السكرينه ويركبها، مع انها مركبها عاليه، مركبها حوالي في ارتفاع حوالي 170 سم. فبالتالي انا بقول دايما 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 سيادتك حافظ على شاشتك، مش لازم تجيب سكرينه حمايه، ولو ان سكرينه الحمايه دي مهمه جدا في كل البيوت، واظن شفت في الفيديو عندي بندغدغ ونكسر فيها، مفيش حاجه بتتكسر الحمد لله. بس انا بتكلم ان انت احمي شاشتك من الكسر بنفسك. انا ما عنديش اطفال بس حطيتها قريبه، لا يا ريت ترفعها شويه، حطها بعيد عن متناول الايد او متناول اللي رايح واللي جاي. في الحاله دي انت بتامن نفسك، كل ما ترفع الشاشه عن سطح الارض كل ما انت بتحمي الشاشه بنسبه اكبر. انا بقول انت لو حطيتها على بعد 70 سم من سطح الارض على ترابيزه كده حمايه الشاشه زيرو، ما فيش حمايه. طب انا رفعتها متر بدات نسبه الايه الحمايه من الكسر تزيد، طب رفعتها متر ونص بدات نسبه الحمايه حماية الشاشة من الكسر توصل ل 60% و70%. خلي بالك، ده انت كل ما ترفع الشاشة كل ما انت بتبعدها عن الأذى من ايدك، من ايد غيرك، من حد رايح حد جاي، من خشبة جاية، من حاجة طايرة، من بلية، من مسدس، اطفال، كل ده بيبقى قريب. لكن انت لما بترفع كل ما مستوى
حماية الشاشة بيزيد. أنا قلت بس الكلام دوت لأن شفت شاشات كتير للأسف غالية جدا ما قعدتش يومين عند عملاء. والله عميل عندي كلمني قال لي ما قعدتش يومين، تاني يوم على طول الشاشة اتكسرت، عشان كنت حاططها على الترابيزة ومنتظر الفني اللي هيجي يعلقها لي على الحيطة. شوف لدرجة إيه، يعني هو كانت في نيته إنه هيرفعها على الحيطة، بس قدرا ونصيبا الحمد لله على كل حال. بيقول لي جيت لقيت الأولاد بيلعبوا، حد حدف ابني، حدف أخوه تقريبا بكرة تنس، كرة بتاعة التنس، كرة بتاعة التنس بيحدف أخوه بيها، راحت جاية في الشاشة أوتوماتيك والشاشة مطفية ما كانتش شغالة. جم بيشغلوها لقوا الكورة معلمة في سطح الشاشة. فطبعا حاجات صعبة جدا. طب الكرة ديت اللي جت في سطح الشاشة لو احنا رفعنا الشاشة شوية، أو كان الفني بقى جه، هي كل حاجة قدرا يعني الحمد لله على كل حال. لو جه بقى الفني وقت ما انت جبت الشاشة جه رفع لك متر ونص فوق مثلا، أو متر وسبعين أو حتى مترين، والدنيا تمام، كانت هتبقى بعيدة عن مرمى الهدف اللي هم بيضربوا فيه، أو المشكلة اللي حصلت دي. الكلام ده كلام مهم للناس اللي عندهم شاشات، مش اللي هيجيب شاشات، يعني الناس اللي عندهم شاشات في بيوتهم اصلا. انا بتكلم ان انت عندك الشاشه موجوده، ربنا يحفظ وربنا يبارك، معرضه لكده. فبقدر المستطاع حاول تحمي شاشتك. الشاشه دلوقتي وصلت ل 15 و20 و30 و40 وانت طالع اسعار جنونيه. فبالتالي ما فيش حد عنده مقدره انه كل فتره هيغير شاشه او هيشتري شاشه. طبعا شكرا جزيلا لحضراتكم واسف للاطاله، بس حبيت اوضح. إن شاء الله كمان الفيديو الجاي هتكلم عن المسافة المناسبة بينك وبين الشاشة، تقعد على مسافة قد إيه؟ جلسة المشاهدة، إن شاء الله رب العالمين. شكرا جزيلا لحضراتكم وبعتذر عن الإطالة، السلام عليكم ورحمة الله.